برضو في نهاية الحلقة. الآلام في القدم دي غالبا طبعا الوزن زايد شوية، نحاول ان احنا ننزل في الوزن شوية، ونحاول مع الجلسة ما يبقاش الرجل عزكم الله لأسفل، لا نحاول ان احنا نرفعها على اي شيء علشان ما تحصلش الآلام او التورم اللي حضرتك بتحكيه. ايضا نكثر من شرب الماء والإقلال على قدر الإمكان من الموالح ومن الأملاح.